صباح الخير لكل مشاهدي برنامج جولة الصباح. اليوم بفقرة الاقتصاد المنزلي رح نتعلم ونتعرف كل مرة على شيء جديد، واليوم رح تكون معنا سارة الحمصي وهي المسؤولة عن مؤسسة جازمن. أهلا وسهلا فيكي سارة. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا وسهلا فيكم سارة. اليوم شو اخترتي لنا لحتى نتعلم ولحتى ستات البيوت اللي عم بيحضرونا يطبقوها ويكون شيء كتير سهل وبسيط وبنفس الوقت عملي؟ هلا اليوم حضرت لكم اكثر شغله او اكثر ماده ممكن تعتاد الست البيت او مو ست البيت كلياتنا بشكل يومي. صحيح. بشكل ساعي بشكل نعم. ساعاتي، فهي الصابون. صابون والصابون الطبيعي. كيف طبعا حنبلش بالخطوات، انه اول شيء كيف منحضر الماده الخام، والخطوات الثانيه كيف من المواد اللي موجوده بالبيت اصلا فيها تعمل اضافات لهي الصابونه بحيث ممكن يكون في فائده اكثر لها. ساره، في كثير ناس لما تقول لك صابون بيفكروا انه مواد ومستحضرات ومواد كيماويه، انه كثير امور يعني راح يقدروا يطبقوها بالبيت وتكون كثير سهله. كثير سهله، كثير بسيطه، كثير بعيده عن الصابون الصناعي. صحيح. هلا هي الاشياء اللي عم تحكي عنها هي تدخل اصلا بتركيبه الصابون الصناعي للاسف اللي بيحطوا لها مواد الرغويه والكيماويه. لا، نحن عم نشتغل على موضوع الصابون الطبيعي اللي هو كثير سهل وكثير بسيط، من الست البيت بالمطبخة لا يخلو من أي أعشاب. صحيح. لا يخلو من أي مواد مفيدة، ممكن نخلطهم مع بعض ونضيفهم لهي المادة، فعم تاخد فائدة أكثر إلها لأطفالها وأنضف. عم بتوفر. صح. ما تضل تشتري من السوق، لا هيك صارت تصنعهم ببيتها. حتى شغلة كتير حلوة، بعد ما تصنع الصابون نحن بنعمله عن طريق حمام بخار. فهي حمام بخار فيه بيكون فيه مي، لما بتخلص تصنيع الصابون وبتخلص منه، هلا هي المي اللي بتزيد شو فيها تعمل فيها؟ بامكانها تحط لها اي ماده عطريه وتصير منظفات للبيت وبتعطي ريحه حلوه وريحه بتاخذ العقل. طيب بتلاقي مثل هاي الامور، الصابون الاقتصاد المنزلي، الصناعات اللي بنعملها بالبيت، الناس لسه بتحب تعمل وهيك نتذكر ايام زمان والشغلات التقليديه اللي تعودنا عليها؟ طبعا. هلا اي وحده فينا بتحب انه تشتغل بايدها. ستات بيوت بالاول من زمان لما كانوا يعملوا هذا الشيء لانه في شغلات مو متوفره بالسوق. صحيح. فكانوا يضطروا يعملوها. نحن هلا عم نكتشف انه اهل اول هن كانوا صح. صح، لانه كانوا يشتغلوا الشيء المفيد فعلا، ما كان يدخلوا اي مواد مثلا ممكن تاذي البشره. صح. او تخرب. فعم لاحظ كثير تجاوب خاصه من سيدات البيوت اللي بيعرفوا المؤسسه انه بدهم يتعلموا اي شيء بيقدروا يسووه بالبيت. ساره، خلينا نحكي هلا على الخطوات. رح تكون مثلا نحكي خطوه الاولى الثانيه الثالثه لحتى المشاهدات يسجلوا ويقوموا بتطبيقها خطوه خطوه ونقطه نقطه. واهم شيء بدنا مواد طبيعيه ساره. أكيد. بدنا نبتعد قد ما فينا عن المواد اللي كثير دارجه وبيستخدموها الشركات والمؤسسات الكبيره بصناعه الصابون. أوكي. الخطوة الأولى رح أبلش شوي شوي. الخطوة الأولى هو أهم شيء تأمين المادة الخام اللي هي الجليسرين، صابون الجليسرين المادة الخام، لأنه هي أساساً صعب شوي الست البيت تساويها لأنه فيها نسب معينة بنحط الصودا مع الجليسرين. يعني فينا نجيبها من برا؟ فينا نجيبها من برا جاهزة. بتكون سعرها كيف؟ سعرها كتير بسيط، مناسب، بعتقد بين الأربعة دينار للستة دينار، بتتراوح حسب بس نسبة التركيز بالمادة نفسها. أوكي. يعني مو شي كتير باهظ أبدا. نعم. لأنه الكمية اللي حتشتريها مثلا حتعمل لها كتير صابون. أوكي. فحيكون متناول أيدي الجميع وأي حدا بيقدر يجيبه. أوكي. يعني فهي أهم مادة إنه هي المادة الخام. هلا الشيء الثاني، نحن المادة الخام فينا ندخل عليها كل شيء نحن بدنا إياه، مثل الأعشاب سارة. مثلا البابونج. البابونج كثير مفيد للبشرة ومعروف أصلا شو التأثيرات الإيجابية اللي بيأثر على البشرة. نعم. خاصة الوجه. ممكن نضيف الكركم، تركم العشبة وليس اللي بحط الطبخ، مو البهار من عند العطار. بتقول له هلا هي الست البيت لما تروح عند العطار كثير بفيدها هو انه مثلا شو الاعشاب اللي تاخذها. تمام. واوريدي يفضل تستخدم الشيء الموجود عندها بالبيت. هلا لا يخلو البيت من البابونج ومن الزهورات، الورد، حتى الورد ممكن نحن بنشفه. طبعا هي كلها حيكون ان شاء الله بمراحل متقدمه من على ورجيه للمشاهده كيف بنشفه، من يبسه وبعدين بنفركه بنضيف له ماده النشا لحتى يدخل بتركيبه الصابون. العسل. العسل لا يخلو منه اي بيت، ممكن كمان يدخل بتركيبه الصابون. طبعا في نسب معينه انه بحيث ما يزيد ويخرب الصابون ولا يكون قليل وما نحقق الفائده. النعنع ست البيت دائما عندها نعناع البقدونس ميرامية. فممكن فممكن تنشفه بطريقه معينه وبيدخل بتركيبه الصابون. طبعا اذا بدنا نحكي عن الاعشاب ونحكي عن الشيء اللي ممكن تدخله ست البيت حيكون بحر. بس بالنهايه انا بدي اعطي الفكره او المبدا الاساسي، لمجرد انت عرفتي شلون بدك تطبقي اي شيء بيخطر ببالك، عندك شيء مفيد ممكن تدخلي، يعني لانه في كثير شغلات ممكن نحكيها ما رح نخلص. صحيح. حكينا على الخطوه الاولى والثانيه، وهلا بنوصل للخطوه الثالثه اللي هي هلا الخطوه الثالثه نبلش التطبيق. انه كيف نخلط المواد مع بعضها، شو بدنا نكون مجهزين من قبل.
حيكون هو عباره عن حمام مائي، يعني اي طنجره اي ست بيت بتعرف تعملها، طنجره فيها شويه مي، حيكون في وعاء اصغر من الطنجره بده يقعد بهي الطنجره الكبيره او الوعاء الكبير لحتى نحط فيه الخلطه يلي بدنا نطبخها. ترى قد ايه بياخد وقت لحتى نعمل، ما بدي اقول صابونه، انه صوابين مع بعض؟ هلا اجباري حتكون الكميه بدك تعمليها حتاخذ تعمل معك اكثر من صابونه. نفترض مثلا الست البيت حتيجي تاخذ الماده الخام بيجي بهذا الشكل، طيب اما نص كيلو او كيلو، هلا الكل يعني ان كان نص كيلو او كيلو ما بياخذ اكثر من ربع ساعه. ربع ساعه وبتضاين الصابونه لفتره طويله ولا بسرعه اول ما بنعمل بنفرك او بنغسل بتروح؟ بيميز الصابون الطبيعي انه بيسوخ فورا لانه ما بيدخل فيه مواد يعطي صلابه ولا انه ايوه، يعني مشان هيك هي هلا طبعا بتضل، يعني ممكن انت حسب القالب. هلا في نحن حنصب بس ليخلص الخطوه الاخيره رح نصبهم بالقوالب. هذا القالب بيعتمد لست البيت هي شو حابه يكون كبير صغير، هي بقى بتحدد هذا الشيء. طيب بس بدي اسالك سؤال، في ريحه كثير حلوه عم تطلع هلا من الصابون، يعني الصابونات احنا قاعدين وفي كثير ريحه حلوه، بتضل الريحه بتضاين ولا من اول استخدام او اول ما نفتح العلبه خلص بتروح الريحه؟ لا اكيد رح تضاين لاخر ترة صغيرة بالصابونة. الحمد لله، هيك يعني الكل لازم يستخدم ويشتري او حتى يعمل يصنع بالبيت. اكيد الكل حيتشجع. سارة بس اهم شيء لما نخلص التصوير رح تعطينا صابونة هيك نستخدمها ونشوف. اوكي خلينا نبلش بالخطوات سارة. يلا هلا اول شغلة المادة الخام اللي حكيتها عنا بتجي لونها ابيض. هلا في مواد خام ممكن يدخل فيها الحليب. الحليب مادة اساسية بكل الصابون اللي بدنا نشتغل فيه، كتير بيكون مفيد. حتى لو مو بالحليب، كانت مادة خام على الحل احنا ممكن نضيف لها الحليب، وممكن هي بالبيت تضيف لها الحليب، حيكون كتير سهل ما له صعب ابدا. قديه حطيتي كميه، عشوائي ولا لا في عدد معين؟ لا هون هاي ما بدها، انت قد ما بدك بتحطي. حتى نسبه الاعشاب اللي بدها تحطها ست البيت، هلا نحن حكينا انه في شيء لازم ما نكتر منه، وفي شيء كترنا او قللنا، يعني هو اللي يفضل ما يكون قليل كتير حتى تاخذ الفائده، بس قد ما كترته ما في ضرر منه بضاين. ايوه تمام. طب بدي اسالك، كانك عم تطبخي حاسستك ساره، تقطيع وطبخ ونباتات وأعشاب. هلا في صابون في اكثر من مراحل تصنيع، مو مراحل تصنيع، خلينا نقول طريقه تصنيع. في صابون بيصير على الحامي، يعني هو مثل عم نساويه هلا بتحسيه طبخه اذا نحن بنحطه على النار وكذا بنطبخه. هلا في صابون بيصير على البارد، يعني هو بيدخل بمادته الصودا وخاصه مثل الغار، يعني هذا بيصير بالطريقه البارده، انه نحن كيف بنخلط المواد مع بعضها مع زيت الزيتون وبنحط له الزيوت الغار الخاصه فيه، ورق الغار، الالوان، بنخلطهم بضل 45 يوم لحتى ينشف بدون شمس. فهي طريقه كمان للصابون، تصنيع الصابون. نعم. فنحن هلا اللي عم نعمله عن طريق النار. تمام. نعم. طيب بعد ما قطعنا وحطينا الماده الخام الجلاسيلين، هلا شو رح نعمل؟ هلا بدنا نكون حضرنا الحمام البخاري، يلي هو عباره عن وعاء كبير بنحط فيه مي تقريبا لنص الوعاء او ثلاث ارباعه. اوكي. رح يكون على نار هاديه لبين ما نحن نكون جهزنا الصابون. وهلا نحن الصابون اللي بدنا نعمله هو البابونج، يلي حكينا انه اي بيت دائما بتلاقي ست البيت في عندها بابونج بالبيت، لا يخلو اي بيت يعني من الاعشاب وخاصه البابونج. فالطريقه البابونج العادي اللي عم تشتري من العطار حيكون بهذا الشكل. صح. هلا نحن بدنا نحاول نحط شوي ب ب على الكف. تمام. بدنا نفركه فرك فوق الخلطه تبعنا الصابون الخام، يعني نبشره كانه مبشر. لا مبشر فرك على بايديها لحتى البابونج بتعرفي في زهره بتكون كبيره، احنا ما مشان ما تضايق انت وعم تغسلي وشك بالصابونه بس تنشف. فيفضل انه نحط بهالطريقه ونفركه شوي شوي. تمام. بحيث يصير مثل البودره. تعرف في ساره كثير من الادويه بتدخل هلا فيها البابونج والاعشاب اللي احنا متعودين نشربها حطي كثير ولا شوي ساره؟ هلا حسب الكميه، هلا احنا ما حطينا كثير فبكفي هي القدر من اللي حطينا من البابونج. يعني هي ممكن تقدر مثل ما قلت انا، حتى لو كترت شوي ما بيضر، لانه هو بالنهايه كترته اذا ما نفعت ما بتضر طبعا، فما بياثر معلش قد ما يعني حتى لو ما عرفت العيار مزبوط، لانه انا ما حقدر اعطي مثلا والله الا انه كل كيلو حطي له معلقتين ثلاثه. فهي بتقدر تقديريا على حسب صابون الخام او الكميه اللي حاططها، يعني كميه صابون الخام فهي لحالها بتقدر، وما في ست بيت ما لها شاطره، يعني مو على المقادير والمكونات وتمشي لنا على خطه معينه. ما في ابدا بقدر اعطيها مقادير، لانه اول شيء مثل ما قلت لك نسبه التركيز بالصابون الغار عفوا صابون الخام تختلف من طبخه لطبخه، فهي بدها تقدر بس انه الكميه اللي عندها قديش نسبه
التركيز. هلا حتى ممكن تحطي هي كميه قليله لما بتكون عم تطبخها على الغاز تتوزع، مع انه هي بدها اكثر او لا هي كثرت ممكن تزيد صابون خام. فيعني هي لحالها حتقدر هذا الشيء، كله تقديري، كله تقديري. وبالنهايه مثل ما قلت لك حتى لو خربطت بالمعايير شوي ما رح ياثر عليها، حتاخذ الصابونه والفائده. هاي فوائد المواد الطبيعيه. طب هلا بعد ما خلصنا وبشرنا شوي وحركنا بالايد الزهورات او البابونه، شو رح نروح نعمل هلا بصفى قبل ما نروح على الغاز نطبخ طبخه؟ بصفى شغله وحيده بس انا بحب هي اي ست بيت تستخدم العسل بكل طبخه صابون شو ما كانت، بالاعشاب، بالعسل، حتى لو في عسل وحليب بيرطب. في العسل الملكي بيقولوا له هذا غذاء الملكي، وفي العسل العادي اذا ما متوفر عندها العادي يعني بيكون باي اي نوع عسل حطه. ممكن تحط هلا هذا اللي احنا ما بدنا نكثر منه لانه هو بالنهايه حلو فيه نسبة سكر، فنحن ما بدنا نخرب الطبخة. فمثلا مثل هاي الكمية خلينا نقول ربع كيلو ممكن نحط له معلقة عسل ومو يعني مو مقوبعة، نحن بنقولها باللغة الشامية مقوبعة يعني انه تكون بهذا الشكل. أوكي. بتحطها مع الصابون. هلأ هاي العسل طبعا كل العالم تعرف فوائده وشو طبعاً بيقدم للبشرة اللي بيغذيها فيها الفيتامينات، فلما مندخلها بالصابون نحن عطينا غير فائدة العشبة فائدة العسل اللي عم يدخل بالتركيبة. هلأ بعد ما عملنا العسل وحطينا الجلاسرين وحطينا أيضا البابونج رح نروح وين سارة؟ هلأ بدنا نروح على المطبخ. أوكي. بدنا نحط الوعاء اللي فيه مي ونحط الطبخة اللي حطينا هذا الوعاء الصغير. طبعا حكينا نحن وحعيدة مرة ثانية لازم يكون الوعاء اللي بدنا نحط على اللي بنحط فيه المي يكون أوسع من الوعاء اللي بدنا نحطه بقلب المي مشان يقدر يستوعبه. هلا حنتجه على المطبخ. تفضلي. يلا صارت طبختنا جاهزة. نعم. مثل ما حكينا انه حطينا مي بوعاء كبير بس ليغلي منه ويصحته ومنحط الصابون. كل شوي لازم نحرك لحتى تتجانس الأعشاب مع العسل مع الصابون الخام. منضل منحرك لحتى يصير بهالطريقة انه كله سايح. سارة قديه بتفضلي نتركه على النار، على نار هادية واطية المدة قديه بتحبي؟ 10 دقائق، ربع ساعة؟ المدة ما في مدة معينة لانه هو اساسا محطوطين المكونات مع بعضهم. صح. لانه حمام بخاري هلا لازم هي بس تنوص الغاز على نار هادية حصرا. اذا قويت النار رح تطف المي تفوت على الصابون، فلازم يضل على النار هادية. تروح وتجي تحرك فيه ممكن ياخذ 10 دقائق ربع ساعة على حسب الكمية اللي بالوعاء حسب ما تشوف هي. ايوه تمام. ساخن تمام وما عاد في قطع يعني كله جانس مع بعضه، وساعتها بتطفي وبتقيمه بصار جاهز للصب. هلا احنا طبختنا صابون البابونج، صابوننا الطبخ طبختنا صارت جاهزة. بنكون طبعا احنا مجهزين القالب، طبعا بيعتمد مثل ما حكينا لست البيت هي بتختار الشكل اللي بتحبه، يعني في شكل سوا. مثلا الورد، في شكل نص كرة، فهي الشكل يلي بتحبه. اوكي. حتى انا شفت قوالب كب كيك صار يعني في كثير اشكال حلوه. لازم يكونوا قوالب سيليكون. هلا قوالب الكب كيك في منهم بيجي مثل ورق الزبده او القصدير وبيجي السيليكون، فنحن حصرا لازم نستخدم السيليكون لانه لما بتنشف الصابونه وبدنا نشيلها كيف بدنا نشيلها بسكينه ولا لا 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 ابدا. هو ليش انا اخترت السيليكون؟ لانه بيكون مرن. اوكي. بسرعه بتطلع. أيوة. بس من تحت تضغط عليها شوي تطلع مثل ما هي، بضل احد الشكل القالب اللي صاربته فيه. سارة ذكرتي انت قبل شوي انه النباتات والمواد الطبيعيه دائما بتكون باخر القاع. تمام. اكيد بتروح بشكل طبيعي بتنزل باخر الصابونه طبعا. هلا هي لما بدها تخلص الطبخات كلهم جانس مع بعضهم فلما بتصبهم بالقوالب العشبه بترسل لتحت، فهلا بتشوفيها بشكلها الاخير كيف بتصير. شو ما كانت بابونه، شو ما كانت حبه البركه، نعناع، كله بالقاع. كله بالقاع. هلا نحن خلصنا الصب. هلا بس بعد ما نصبها بتحب ست البيت شويه كحول على الصابون لحتى بس الفقاعات او الرغوه اللي بتطلع بتروحيها بس مشان المنظر مو اكثر. وبتاخذ وقت لتروح ولا على طول مباشره؟ لا مباشره، وانت بتطبخ عليها بتروح مباشره. هلا متى ما خلصت هذا الصابون بده تقريبا ساعتين ثلاث ساعات على حسب الجو الغرفه لحتى ينشف، فباعتبار انه في وقت طويل انا حضرت قبل صابون. هلا رح نشوفه مع بعض. سارة احنا هيك بنكون خلصنا الصابون وهو هذا شكله النهائي، خبرينا في قد ايه في انواع واشكال واحجام من الصابون مختلفه وكثيره.
هلا احنا اخذنا فكره ببدايه الحلقه انه عن بعض الاعشاب او الشغلات ممكن تستخدمها السيده بالصابون. هلا نحن اللي مجهزينه طبعا صابونه البابونج وهي الشكل النهائي اللي سويناها اليوم. هلا في نحن عاملين بالعسل. هلا ما بنعمل احنا العسل بيدخل بكل تركيبه الصابون, بس لما بنعمل صابون العسل انا كثير باكد انه يكون غذاء الملكه او عسل الملكه. أوكي. الخام هذا بيدخل بالصابون. عاملين صابون للاطفال يلي بيدخل فيه كمان زيت الحلو, العسل بيدخل فيه فيتامين دي, كله مفيد يعني كله مفيد للطفل وما بيأذي البشره وما فيه كحول او مواد كيماويه. عاملين صابون النعنع وخاصه هلا بهي موجه الشوب الحر لما بتغسلي فيها ويعطي انتعاش غير الفائده اللي عم تكتسبها البشره. عاملين صابون بمية الذهب وهذا اكثر شيء نحن بنعمله للعرايس اللي عم تجهز هلا قربان عرسها او كذا, بدل ماسك الذهب صابون الذهب. تعمل صابونه الذهب تغسل. عاملين صابون وهذا جديد هون عملناه بعمان كلها اللي دخلنا الليسرين مع صابون الغار, برش صابون الغار يلي هو بيدخل في زيت الزيتون الورق الغار الطبيعي بالاضافه لفوائد الجليسرين. فكتير كمان مفيد للبشره. كمان عاملين الزنجبيل. هلا نحن بنعمل زنجبيل لحال, قرفه لحال, او ممكن نخلطهم مع بعض. ممكن بيعمل تنحيف موضعي, تفتيح للبشره. بس هذا الست البيت بدها تنتبه لما يكون العشبه اللي بدها تحطها اذا كانت قاسيه شوي مثل حبه البركه تبشر او تطحنها. يفضل حتى وقت التغسيل, هي ما بيأثر حتى لو حطيتها لحالها, بس مشان وقت التغسيل ما تخرش البشره او تزعج وتستفيد منها باحسن وافضل الطرق. وفي لسه كثير اشكال وانواع وتركيبات كثير رح نحكي عنها بالاسابيع الجاي, وانت رح تختاري امور كثير اساسيه ومهمه لستات البيوت لحتى يطبقوها, ونرجع نحيي بعض الامور الاساسيه اللي كثير نسيناها او تناسيناها بالاحرى. ساره الحمصي شكرا كثير لحضورك معنا, واكيد مشاهدينا ما تنسوا انه فقره الاقتصاد المنزلي رح تكون من الفقرات الاساسيه والمهمه ببرنامج جوله الصباح. بنشكركم على حسن المتابعه ومكملين معكم باقي فقرات برنامجنا. We'll be right back.